نحن بحرب وحرب شرسة كتير، لذلك لازم ندقق بكل التفاصيل. ايه يا اخي شبك شبك؟ لك شبك انت؟ خليك رجال. لك شو دخل بالرجولي هاي؟ شفت اي شيء يدعو للاستغراب؟ يعني شفت حدا، سيارة، اشخاص؟ لا ابدا سيدي، يعني ما شفت اي شيء. هيك تعلمتوا تفوتوا على بيوت الناس؟ ايه، ليش ما بتعرفي؟ والله العلا والساعة اللي تعرفت عليكي فيها. بس يعني هديك المرة زكي كان عم بيقلي انه اذا الواحد بيشتغل شرطي بيطلع مصاري كتير منه.